معنا هاتفيا السيد محمد محي الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقا. سيد محمد، مساء الخير وكل سنة وأنت طيب. أهلا وسهلا. يمكن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مر عبر تاريخه بفترات كثيرة، منها فترات فيها صعود ومنها فترات فيها خفوت، وحضرتك كنت يعني عضوا سابقا في مجلس الإدارة. الدور المنوط به في ظل متغيرات كتيرة جدا حدثت في عالم المال والأعمال والصناعات، إيه الدور اللي ممكن أن يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدلا من الدور التقليدي اللي فيه صورة ذهنية ربما مش واقعية؟ والحقيقة في جهد مبذول وفي استقرار دلوقتي في اتحاد العمال، ومركزين على المشاكل الحقيقية للعمل وللعمال. نعم. والحقيقة الرئيس مهتم بالعمال على أساس هم المسؤولين عن التنمية، وهم أصحاب التنمية في أفريقيا، العامل المصري بالذات. نعم. في أفريقيا وفي كل الدول العربية ودول الخليج. هو المطلوب حاليا بإلحاح الشركات اللي توقفت العمل خلال الفترة اللي فاتت، يجب إعادة تشغيلها. صحيح. والاهتمام بالعمالة المدربة ذو الخبرة اللي موجودين حاليا وبيشتغلوش. نعم. الموضوع الثاني بقى العمالة المؤقتة. نعم. العمالة الغير منتظمة، دول هذه الفئة مظلومة حتى الآن، أجورهم متدنية. يعني تصور إن في ناس منهم أجورهم 300 جنيه في الشهر، 300 جنيه. نعم. ما ينفعوش. ودول بيشتغلوا في كل المجالات، في التشييد والبناء، في الزراعه، في الصيد. طيب ما هو يعني استاذ محمد، ما هو دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في ان هو يتقدم بمشروع قانون الى مجلس النواب لحمايه هؤلاء، هذه الفئه مثل فئه العماله المؤقته؟ هو مطلوب حضرتك لهم يكون لهم تأمين زيهم زي أي مواطن. نعم نعم. يعني دور اتحاد نقابات عمال مصر هل هو فقط يتقدم بهذه هو الذي يجب أن يعبر عنهم، هو الذي يجب أن يتقدم بمشروع قانون لحمايتهم، أم أن هناك يعني هناك اتفضل اتفضل يا أستاذ محمد. تأمين. نعم. عليهم تأمين صحي، لأن الرعاية الصحية مش موجودة إطلاقا. أكيد العمالة المؤقتة ملهاش. ويبقى في نقابة للعمالة الغير منتظمة. العمالة الغير منتظمة دي هم اللي يتحملوا المسؤولية في كل المجالات العمل، دول لازم يبقى لهم نقابة زيهم زي المحالين للمعاش، زي كل الفئات التانية. طب وليه العمالة العمالة المؤقتة لا تدخل في العمالة الدائمة؟ يعني ما ينفعش، لان ده بيشتغل يوم وبيقعد يوم، يشتغل اسبوع. العماله موسميه. نعم. يعني في قطاع الزراعه يشتغلوا في موسم حصاد القمح، وبعد موسم القمح يعني تذكره بعمال الترحيل بشكل او باخر. عمال الترحيل. نعم. طبعا. نعم. دي من ضمن العماله المؤقته. فاذا لابد من وجود من يدافع عنهم. يكون يعني. يكون لهم تامين صحي، يكون لهم تامين، يقبلوا معاش. الاماكن الايواء الموجوده في المحافظات، يعني فعلا في يعني في بورسعيد مثلا كمثال. نعم. بنودي احنا عماله هناك 2000 عامل من. نعم. نقابه الزراعه بيشتغلوا هناك، حاليا الاجور بتاعتهم 900 جنيه 900 جنيه، فيجب رفع الحد الادنى للاجور بحيث يبقى نحافظ على كرامه الناس دول، ويدوا اكتر كمان. يعني طول لما العامل بيستقر وبيلاقي فيه تامين صحي ليه ولاسرته، يعني عندنا كل الطلبه والمدارس دلوقتي في تامين صحي. نعم. يجب يكون في تامين للعماله ديت. ما هو لابد ان مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان يدافع عن هذه الشريحه وان يدافع عن هذه الفئه، لانه بالضروره لن يجدوا من يدافع عنهم، ليس لهم صوت. لا، هو الاتحاد العام فعلا يعلم هذه المشاكل وبيدافعوا عنها وبيحاولوا حقيقه. يعني انا مش في الاتحاد حاليا لان انا في المعاش. نعم. انما متتابع الحركه ديت، لان انا لسه ما زلت موجود
ورئيس النقابه الفرعيه لعمال الزراعه والري بالشرعي. نعم. بدلت بممارس عملي يعني. نعم. فبتابع الاتحاد، الاتحاد فعلا بيهتم بيهم، واعتقد ان شاء الله يقدموا ان شاء الله مشروع للتامين الصحي. نرجو هذا استاذ محمد محي الدين، نرجو هذا استاذ محمد عضو مجلس اداره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقا.